جزائر لا توصف من جمالها يعجز اللسان. One, it's a beautiful country. I love the landscape. Two, this bike is not for me. الجزائر أجمل بلد في العالم، يبقى أجمل بلد في العالم. جزائر فعلاً الجزائر الخضراء. إحنا سمعنا إنها جزائر الخضراء، لكن فعلاً ما شاء الله. أنا مش مروح من الجزائر، أنا بدي أخبي الجواز وأخبي الفيزا ومش مروح. يا بتلاقوهم أنتوا يا بخلص. رالي اكتشاف الجزائر هو فعالية سياحية ورياضية تجمع بين حب المغامرة والراليات وبين استكشاف المناظر الطبيعية والثقافة الجزائرية. يتيح هذا النوع من الراليات للمشاركين فرصة السفر عبر مختلف مناطق البلاد وزيارة مواقع طبيعية وتاريخية وثقافية. الالتقاء في ولاية بومرداس نهاية اليوم بفندق بلازا لم تكن كالعادة، حيث دوت أصوات محركات الدراجات النارية داخل الحظيرة الذين قدموا من داخل وخارج الوطن لاكتشاف سحر وجمال الخط الساحلي لشرق الجزائر. رالي ألجيريا بايك ويك يدخل ضمن فعاليات أسبوع الدراجات النارية والذي يسهر نادي لايف تو رايد والفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية على تنظيمه مرة كل سنة. على حسب لونفيرغور دو ليفينمون، دونك التحضيرات لازم يكونوا على هوتور. سي با ان بيتيت ايفينمون. D'un point de vue technique, c'est compliqué. Dragat, yemchou, un roadbook, un timing, etc. Donc la préparation, il est normal qu'il faut mettre comme les moyens humains pour que tu puisses réussir. Je pense que l'équipe fait du bon travail et tout le monde est pris. Alhamdulillah, les motos hadrin, ضيوفنا hadrin, لحقونا من كامل يعني البلدان اللي رانا نسناو فيهم. عندنا فلسطين، الأردن، عندنا البحرين، عندنا سعودية، عندنا تونس وليبيا في الطريق إن شاء الله، عندنا كذلك فرنسا والبرتغال إن شاء الله. C'est une expérience que j'ai envie de vivre. شفت l'expérience العام اللي فات عجبتني، je voulais participer à هذا العام كانت. J'ai hâte. أول خطوة قام بها المنظمون هي إمضاء الالتزام للمشاركة في الرالي، فأكثر من 40 مشاركاً أمضى الالتزام، منهم من ليبيا، تونس، والمملكة العربية السعودية، البحرين، الهند، فرنسا وفلسطين. والله كل شيء ترتيب، يعني بالنسبة للاستقبال، بالنسبة للريجستريشن، بالنسبة حق استقبال الدراجين والدراجات، كلها ما شاء الله شيء طيب. الله يسعدكم يا ربي. المسار هذه السنة سيكون على مسافة 1000 كيلومتر انطلاقاً من بومرداس مروراً ببجاية، جيجل، سطيف، ثم العودة إلى العاصمة. أكيد احنا كل عام رانا نحسنوا، سيتو طافي نورمال. العام اللي فات كانت رحلة للغرب، العام هذا إن شاء الله رحلة للشرق، وكل عام إن شاء الله نحاول نخيروا منطقة من أجل يعني ترويج للسياحة في الجزائر. قريت عن الرايد وشفته أميزنج، وصراحة شيء خرافي بالنسبة للمناطق اللي بنروح فيها إن شاء الله. لازم تكون جيد توريستيك، لازم تعرف تحكي لي صور تاع بلادك، لي زون توريستيك، لي سيت توريستيك، ومام بون سي اون ريسبونسابيلتي، لازم نعطي لهم اون تري تري بون ايماج على الجزائر. سا في بليزير كي يكونوا لي زيترونجي، سا فدير حبوا يشوفوا البي تاعنا بور فيزيتي لا كوت الجزائر لي مانيفيك، دونك سي اون بون اكسبيريونس بور او. بشوف الجزائر زي ما بشوفها على النت، انا لي اصحاب على الفيس زي ما بشوفها واكثر. حاب اتمتع بطبيعه الجزائر طبعا،
احنا ما شاء الله يعني بنعرف انهم شعب مضياف وشعب كريم، لكن احنا حنتمتع بطبيعه الجزائر ببلادها بخيراتها كمان. معك راغب محقني نفلا، تبع الفريق العسكري لرياضه الميكانيكيه فرع دراج ناري، جينا اليوم نشاركوا في رالي الاتحاد لاستكشاف الجزائر. وعلى هامش هذا الحدث أقيمت مأدبة عشاء شرح من خلالها عبد الغفور قائد نادي لايف تو رايد مسار الرالي ونقاط التوقف للاستراحة. هو كما قلنا مثل هكذا تظاهرات رياضية يعني مهمة جدا لما تنظم في الجزائر، لماذا؟ لأنها عندها أبعاد وأهداف مختلفة، من بينها رياضية لترقية الرياضة في الجزائر، خاصة هذه الرياضات اللي تستقطب الشباب اللي هي رياضات الميكانيكية، رياضات اللي يحبوها الشباب، فلما تنظم في الجزائر فهذا راح يجذب الشباب، وكذلك عندها هدف آخر اللي هو هدف مهم جدا اللي هو الهدف السياحي. كل البلدان المشاركة ما شاء الله ثم بلدان راح يكتشفوا الجزائر وجمالها تحت شعار غالي استكشاف الجزائر، فمن خلال تنقلهم عبر مختلف ولايات الوطن الرائعة جيجل سطيف وبجاية إلى الجزائر العاصمة، راح يعودوا يرجعوا لبلادهم ويتكلموا على مدى جمال الجزائر. هذا الرالي لم يخلو من العنصر النسوي، فقد تم تسجيل مشاركات من دولة تونس، الهند وفرنسا إلى جانب ثلاث جزائريين. الدراجون من فريق الدرك الوطني كانوا مستعدين هم كذلك لخوض المغامرة، سواء من العنصر النسوي والرجالي. À propos de l'événement, c'est ma première participation et la troisième édition organisée par Lift to Ride. Moi, j'ai hâte que ça commence parce qu'on est qu'au premier jour pour l'instant. On a fait connaissance un peu avec tous les motards hier des différentes nationalités, les différentes motos aussi. Maintenant, j'ai hâte de rouler. Les cultures, voilà, on va présenter l'Algérie بأحسن صورة إن شاء الله. البارح شفنا عرضنا البرنامج، كانت الناس تسقسي تحوس تفهم سي كوا ليتينيرار، وين راح نحبسوا، واش كاينكم كوم زعما تقاليد ولا حاجة جديدة نشوفوها. أعطينا لهم شرح بسيط باش خلوا لهم هذاك أسلوب التشويق. مرتفعات الجزائر ففيها ما يشتهي الراغب في التمتع بجمالها. لا ما شاء الله، ولا الجزائر الخضراء
ها الجزائر الخضراء، الله يبارك، ربي يبارك لكم فيها والله ما شاء الله، الغابات والراحة ما شاء الله. الساعة تشير إلى الواحدة، توقف الوفد لتناول وجبة الغداء وسط أجواء عائلية بين أفراد الوفد المشارك. كلنا أخوان عدل لمعدل، وكلهم كانوا مستانسين، ويعني شنو الوصفة أقول؟ Franchement, c'est trop chouette. Moi, je suis hyper contente. C'est des nationalités avec qui j'avais jamais eu l'occasion de rouler. Parce qu'Arabie Saoudite, Bahreïn, il n'y a pas forcément de motards en France avec qui j'ai déjà eu l'occasion de rouler. Donc, je suis contente de voir tous ces drapeaux, toutes ces nationalités pour partager la route avec eux. عجبتهم بزاف ومدابيهم يحبوا يولوا ويزيدوا يجيبوا صحابهم هكا سمعت حبوا يزيدوا يجيبوا صحابهم باش يفون ديكوفرير لو باي تاعنا لي زيترونجي لصحابهم فوالا باسكو ما نكذبوش بلادنا شابه. المحطة الثانية كانت محطة الوقود، حيث توقف الدراجون للتزود بالوقود، فالسير لمسافات طويلة يستدعي التوقف عدة مرات. استكمل الدراجون طريقهم، وبعد سويعات من السير وصل الموكب إلى جبال كاب كاربون بولاية بيجاية، واحد من أجمل المواقع. بريمير ايتاب ان شاء الله ناجحه. لي بيزاج كانوا امبرسيون والحمد لله. راهم اكتشفوا جزء من الجزائر الحمد لله، اللي هي الطريق بين بومرداس وبجايا. مازال الرحله فيها عده مفاجات ان شاء الله. انا انبهرت والله بالجزائر، يعني غير انه احنا نعرف كيف شعب الجزائر وكيف كيف يعني احنا بنحبهم وانطباعنا عن اهل الجزائر والجزائر، بس اكتشفنا انه الجزائر عالم اخر. يعني احنا بنسمع مثلا سويسرا النرويج، شوف الطبيعه يعني قدم فرجه بالطبيعه هون. Eh ben ils ont bien raison de venir visiter l'Algérie en moto parce que c'est un pays magnifique et c'est très bien organisé. On les a vu les croiser sur la route et après on les a suivis dans le convoi et maintenant on est venu les voir. مباشرة بعدها توجه الوفد المشارك إلى جانب الملعب البلدي لبيجاية، أين قام نادي أساريا الليبي بعرض جميل تحت أعين سكان بيجاية الذين أبدوا إعجابهم به وبالحركات الاستعراضية أو بما يسمى برياضة ستاند.
لعبة من درجات النارية تسمى ستاند باك، يعني هي لعبة كانت تستعلم في أوروبا وفي دول العالم الأول، ولكن أنا نقلناها لأفريقيا وليبيا والجزائر وتونس، وقوموا بعدة مهام في اللعبة هذه يعني. ودي وجينا السنة الفاتت نفس العملية وكانت عملية ناجحة، وطبعا الشباب كل متدربين عليها تدريب ممتاز يعني جدا جدا. Ça fait plaisir, genre, ils déroulent des nouvelles catégories de sport. Daroul a déjà des voitures Ramadan. J'ai donné l'ambiance de la ville où je m'en le drôle. Les jeunes, ils jouent intéressés ici au lieu de partir à une autre. في اليوم الثاني مفاجأة كبيرة كانت في انتظار الدراجين، ففي هذه المرحلة الموعد سيكون مع زيارة ولاية جيجل الساحلية. بروغرام دوجوردي بون كيما البارح كيما كنتوا على بالكم جدنا المدينة بجاية. الحمد لله انا فيزيتي طلعنا كاب كاربون ثاني كي زانفيتي زيتي طري كما قالوا إيميرفي بالطبيعة الجزائرية. أجوردوي إن شاء الله نتوجه بإذن الله إلى مدينة جيجل أون باسون بار لا كورنيش تاع جيجل بيان سور. نديرو عندنا محطة في مدينة في زياما وين الكهوف العجيبة، وعندنا محطة أخرى ثاني كنروحو نشوفو نزورو المنارة أحد معالم ولاية جيجل، ويعني إن شاء الله تكون رحلة ممتعة إن شاء الله للجميع. فوالا انطلق الدراجون والوجهة أحد الأماكن الرائعة، وهي شاطئ الرمال الحمراء الذي أخذ تسميته من رماله الناعمة ذات اللون الفريد المائل إلى الإحمرار، حيث تعتبر المنطقة تحفة طبيعية تمتزج فيها زرقة المياه بخضرة الجبال، حيث توقف الموكب لأخذ صور للذكرى. شيء لا يوصف على هالمناظر الحلوة هذه، والله ولا في أوروبا أنا بالنسبة لي ما شفت أشياء زي كذا جميلة، يعني بين جبال وبين بحر وتدخل بين مناطق، يعني شيء خرافي والله ما شاء الله. كل يوم الجولات تختلف عن الثانية ما شاء الله، الله يهنيكم. توقعت يعني كنت أسمع الجزائر توقعت أنها يعني بر والصحراء العظمى والصحراء يعني ما الصحراء إلى الآن ما وصلناها، كلها ما شاء الله بحر، ومو أي بحر، كأنه ما شاء الله بركة تشوف القاع، يعني شيء عجيب والله. الله يهنيكم، الله يهنيكم في بلد. كل ما نمشي نشوف شيء أحلى، صدق دا قالوا اكتشاف أدفنتشر، هذا تقدر تروح كل مكان وكل مكان تكتشف شيء أحلى من شيء، بس كلها حلوة طبعا. يعني إحنا أمس قالوا بكرة بتروحون مكان أحلى، قلنا بعد في أحلى يعني. فما شاء الله جميلة وناسها حلوين وطيبين وودودين، وانصحكم اللي ما يجي الجزائر يخسر. إيه نورمال ما عجبهم الحال وإذا ما عجبهمش الحال يا ودي سي با نورمال. إيكوتي والله ما يقدرش ما يعجبهمش الحال. إيكوتي يعني أون بروفيتي شفنا رانا دوكا نحوسوا في لا ريجيون سونتر نور دو كوتي إست، والحق يعني سا سي باسي دون دو تري بون كونديسيون. تنظيم رائع وسلاسة في الطريق في رالي سياحي رياضي لا يعتمد على السرعة أبدا، وإنما على الدقة في استعمال الخرائط واتباع التعليمات. Organisation Hayla, ça permet de faire la promotion de l'Algérie d'un point de vue touristique. Surtout vis-à-vis des étrangers, etc. الأجواء ما شاء الله بتجنن، وجو لطيف والشوارع جيدة وترتيب ونظام، يعني كان شيء ممتاز والله. والله الرحلة كانت جدا ممتعة، انبسطنا، والطرق سلسة وشرطة المرور ما قصروا الصراحة، تنسيق وترتيب ولا أحلى. pense que الجماعة Rift to Ride ولا la fédération ولا la ligue
بداو ما ليفر اون في بلونش اسمها لو بروجي بدا اون في بلونش دونك سيغمون يا دي زاميليوراسيون كل خطره بلي رابور دو كاليتي وكذا دونك يا دي شوز ا اميليوري يا دي شوز ا راجوتي يا دي زينوفاسيون دونك الاختلاف يكمن انه ليكيب يسيو يسقمو لي زيرور لي داروهم ويزيدو يارغيومونتيو شويه باش ما تدخلش في لا مونوتوني دونك ا شاك فوا لازم حاجه جديده. استكمل الوفد طريقه إلى ولاية جيجة أين وصل الدراجون إلى مكان لركن دراجتهم النارية وأخذ صور تذكارية مع المواطنين الذين جاءوا بقوة لمشاهدة العرض الاستعراضي لنادي أسراج الليبي. شبان يعني الله يبارك طري ديناميك يعني اشك شو توجور كاين جديد والله الله غير زهونا. اليوم الثالث من رالي استكشاف الجزائر كانت فيه الانطلاقه من ولايه جيجل والوجهه ولايه سطيف. الحمد لله كان طريق تري بيان يا في با دانسيدون الحال كان مليح الجو كان ما شاء الله اللي كانوا معنا يعني لي زانفيتي تاعنا تمتعوا في الطريق عباك لا كورنيش تاع جيجل معروفه غنيه للتعريف الحمد لله تري بيان البارح سيتي تري بيان باسي اليوم لا تروازيام ايطاب دونك لو ديبار من مدينه ميليه الى مدينه سطيف عندنا محطه في مدينه جميله الاثريه تما وين راح نعرفوا على التاريخ العريق للجزائر يعني ما قبل التاريخ لي رومان لي روين رومان تو سكي سانسوي. الانطلاق نحو التزود بالوقود. موكب الرالي كان قمة في الانضباط، سرعة محددة، احترام قواعد السياق الآمنة وقوانين المرور، فإلى جانب فرقة الدرك الوطني ساهم نادي لايف تو رايد في تنظيم الموكب وتأطيره. استمتع الضيوف طيلة الطريق بالطبيعة الخلابة والساحرة للمنطقة مرورا بسد ابن هارون المحطة التي كانت للراحة، فهو يتواجد في موقع مميز في ولاية ميلا ويعتبر أكبر سد في الجزائر وأكبر مشروع تم إنشاؤه في تاريخ الجزائر. And I love the way the organizers have organized this. Love everywhere we saw cops, everywhere they had organized the road work, so beautifully organized. كل عام ما شاء الله الردي قاعد يقدموا اللهم صل على النبي على النظام والتنظيم بالفيدراسيون بالليكيب نتاع لايف تو رايد ما شاء الله. هذه تساعد الجزائر بكثره في جلب السواح من ناحيه كل العالم وتمد نظره مليحه على الدراج الجزائري وعلى المواطن الجزائري والشعب تاعنا كيفاش يرحب بالاجانب. تتضمن كل مرحله من مراحل الرالي زيارات لمواقع تاريخيه ومعالم اثريه وحدائق وطنيه، وهذه المره زياره المدينه الاثريه والتاريخيه الرومانيه الجميله كويكول التي تقع بالشمال الشرقي التابعه لولايه سطيف. صنفتها منظمة اليونسكو على قائمة مواقع التراث العالمي. تغرى فينا تلاوينا تمغرى وين عزيزنا.
الجزائر الحمد لله رانا نشوفوا ساتيسفاكسيون جلوبال. حنا درنا اللي قدرنا وهذه هي دونك سيتي بيان باسي الحمد لله. اليوم كان الجو هايل، شويه شميسه شويه شتاء شويه ريح شويه سحاب شويه، دونك سي لي كات سيزون بون الحمد لله سون انسيدون سيتي بيان باسي. وصلنا الجميله ونا في اون فيزيت فريمون اكسترا اوردينير، وين شفنا بلي مام كاين دي زالجيريان سي لا بروميير فوا يكتشفوا المنطقه، هي منطقه اثريه بامتياز ما قبل التاريخ. دونك سي لي روين رومان الحمد لله، الناس ساتيسفي، الناس ديكوفرات حاجه جديده، دونك سي لو فري يعني رالي ديكوفرت ولا هو رالي اكتشاف الجزائر حقيقه يعني. يتطلب هذا النوع من الفعاليات تنظيما دقيقا مع فريق دعم تقنيين ومسؤولين عن السلامة المرورية لضمان السير الحسن للرالي وسلامة المشاركين. الو سنين درنا هنا في ليفينمون ديجا رانا نسكورتيو لي موتور تاع الجيريا بايك ويك، رانا مود سيفتي كارت ما عندنا لداخل الفيكول هذا، عندنا لي زوتي تو سكيفو باش اون سي جامي طيحو اون بان ولا رانا هنايا، ويكش ما يسحقو ميكانيك ولا تعالي نعاونهم ماشي مشكل. المحطة الأخيرة كانت ولاية سطيف إلى ولاية الجزائر العاصمة، فالوجهة الآن مرتفع قمة تجدة، فهي التي تعتبر الوجهة المفضلة للعائلة سواء في موسم الشتاء بحلتها البيضاء أو في فصلي الربيع والصيف، حيث تتميز بغابات الأرز الكثيفة والتي يزيد عمر بعض أشجارها عن 600 سنة، حيث استمتع الضيوف طيلة الطريق بالطبيعة الخلابة الساحرة. So far, I've not had any problem unless you give me a hard time. No problem. Everybody is so friendly, so beautiful. I met her 2 days ago. We keep in touch. We had breakfast this morning. Thank you for all your friendliness. It's beautiful. I love the country. I'm coming back. والله العظيم شعور ما يقدرش توصفه بمال الدنيا هذه مع خاوتي الدراجين من كل انحاء العالم، ومع خاوتي الدراجين منا من الجزائر، ومعكم انتم صافي ان غران بليزير حتى انتم، حسيت معكم واحد الجو ما شاء الله روعه، مناطق جد رائعه طبيعيه يشجعوا السياحه لهنا، شاك ريجون نروح لها سبحان الله كاين بلايص ما نعرفهمش، كل خطره نكتشف بلادي، وين نروح نكتشف بلادي اكتشاف رائع. الهدف من مثل هذه الراليات هو التعريف بالجزائر وطبيعتها وثقافتها وتاريخها على المستويين الوطني والعالمي، وفعلا من خلال الجهود الحثيثة التي بذلها النادي برعاية رابطة الرياضات الميكانيكية ومختلف السلطات والهيئات الحكومية. والله غير ناس يعني راضية كل الرضا، شافوا الجزائر اللي ما يعرفوهاش، شافوا الجزائر واحدة أخرى اللي كانت في راسهم ربما ناس كانت بالهم بلي صحراء، ناس كانت بالهم بلي رمال مجرد رمال، الحمد لله اليوم شافوا الواد، شافوا البحر، شافوا النهر، شافوا الأشجار، الغابات، يعني كما يقولوا صورة 360 درجة عند الجزائر. كانت ما شاء الله ناحية النظام مع نادي، نشكرهم رأسهم رئيس النادي عبد الغفور اللي كان نضمن لنا هذا الراد هذا، كانت ما شاء الله كل السلطات المعنية درك شرطة سلطات ما شاء الله. الله اللي فتت باهي الناس، باهي الناس، ناس ما شاء الله ما شاء الله كلها طيب، كلها طيب صراحه، يعني اللي شفنا في كل منطقه وصلنا فيها، كل منطقه وصلنا فيها كل الناس، كل الناس رحب بالجميع، رحب بالجميع. لم يكف المشاركون عن ابداء عبارات الشكر والعرفان. انا انبهرت والله بالجزائر، يعني غير انه احنا نعرف كيف شعب الجزائر وكيف يعني احنا بنحبهم و
وانطباعنا عن أهل الجزائر والجزائر، بس اكتشفنا أنه الجزائر عالم آخر. كلهم شادين تليفونات ويصوروا فينا، هذه حاجة باهتتني على الأخر. C'est, on a surtout découvert la région de la Kabylie. C'est vraiment extraordinaire. انا ساعه في وسط البلاد كي نمشيو ما فماش حتى صغار كبار نساء كلهم شادين تليفونات ويصوروا فينا، هذه حاجه باهتتني على الاخر. ما شاء الله يعني الشعب الجزائري يحب المطورات، يحب الجو الراليات، يفرح مش يراها فوضى. هو المترجم قال هكا رساله سلام. Sur l'événement, c'est un événement vraiment exceptionnel. Le plus important, c'est de découvrir un petit peu l'espace de territoire algérien. On a surtout découvert la région de la Kabylie. C'est vraiment extraordinaire. بعد يوم كامل من السير نحو العاصمة، وصل الدراجون إلى المركب السياحي بسيدي فرج للمبيت والاسترجاع تحضيرا للحدث الكبير في متنزه الصابلات الذي تتخلله أنشطة رياضية وترفيهية. واش قالوا لي كي رانا مع لافان، قالوا لي ماشي اول مره واخر مره راح نزوروا بلدكم الحبيب. سمعنا حوايج اخرين كيما قلت لكم، وشي هو قالوا لي نعاودوا نجيو نروحوا نكتشفوا الصحراء ونزيدوا نعاودوا نجيو صحابنا ونجيو كاع. لافان سي دوماج باسكو مو جي مسي ابيتوي او باركور او باسيوني.